يا ويمون تاني يا بوس، معلم. يلا بوسه. الله شلون حلو. ماكو مدرسة؟ ها؟ شيخة إجازة؟ ها نلعب؟ ها؟ نلعب؟ تعرف؟ أخسرك ترى، أخسرك. أب 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 أب. شو هاي؟ اي مو تقول اعرف. خلي صب، خلينا كلامه. ايه يلا خلنا نقعد. شعلة مشتعلة، الكائنات كلها محترقة، الوطن العربي والوطن الاجنبي والوطن مدري الشعلة مشتعلة. اي وروح غيرتك غني اراقي غني يلا هلا يا صاحب النخوة. شنو بعرف خجول على خاله طالع حالي يا عمي مو خجول؟ لا شوية غني أراقي غني يلا هلا يا صاحب النخوة. شنو بعرف البلوشة؟ أراقي أي وروح غيرتك الحقيقة الحقيقة تخافين مني انتي؟ انت تخافين مني الحقيقة؟ صباح الخير يا مكتئب يا اللي عامل فيها مبسوط، صباح الخير يا منعدم الدوافع يا فقد الشغف، صباح الخير يا مكتئب يا اللي عامل فيها مبسوط. حبيبي سلام عليكم. وين كم باك برازيلي؟ هناك الشرطة. ويلكم باك حبيبي. تركي. نايس تو سي يو برو. يا برو فيري جود. صار المسجد ما يلتقيني في المطار. اي أيوة. والله. يعني بالعراق ما اشوفك، اشوفك هنا بالمطار. اشتاق لك. ايدك بس الله صديق صفاء جديد. يلا حركة سوى حركة عافية. انت شنو شغلك هنا؟ انا مسؤول شنو؟ تفتيش المطار اقوى من الكيناين بنفسه. واحد اثنين راوغ ليه؟ شنو؟ لا والله انت شلون تراوغ؟ انت شغلك الله صالحه صفاء اول شيء ايه لاعب مهم خاصه خط الوسط ايه تجي تلعب مهاجم ايه العاب مميز كلش الله انا اشوف حياته ما صار لها جوزه قوي ما صار لها العاب اي كمل هو وقف شنو يعني كل واحد وشغله هسه انت شنو شغل هسا تحسمني شنو شنو يلا فنك تعبر لي هناك ها فنك تعبر لي هناك
اوه هسه صارت بقى 6 ساعات ويطلعوك من المطار. تعال شوف اكو شي بالغراب. يلا شومي كبر حبي وملا قلبي وصار الدنيا كلها كبر حبي واحد صوتي واحد لنسيش بعتذر مني عدوان اللي طعمني بنت عني بعيد فدوى الى الله شان شاب مليون صورة صورت يوتيوب دقائق اللي اضاف حق المباراة لكن اعتقد مهند مناف راح يضيف اكثر من 8 دقائق. توقفت المباراة هنا. امجد عطوان يتقدم للتسجيل يعدل امجد عطوان لزاخو هدف تعادل لابناء الخابور. امجد عطوان يسجل هدف التعادل. كبر حبي وملا قلبي وصار الدنيا كلها بوشي. هاي بيش اخذت ابوشي؟ هاي لو هاي لا هاي هاي هاي
صدقني بيش واي بيش على الضحك اربع شد استقبال وضيافة وأكيد أتمنى لكم التوفيق على هذا الترتيب وهذا الاستقبال جاسم يلا نتوكل نفس التذاكر نفس الشيء بالضبط يا جماعة الخير هذه هسه شلون جاسم الفائز ياخذ اللي احنا رحنا ندخل بها نفسها بالضبط يعني اللي هي طبعا هذا ملعب المباراة شنو تحفة تحفة المباراة ما خلصت الدقيقة 100 يعني 8 دقائق مركز بوقت بدل ضائع المباراة نار المباراة راحت لليفل مش عادي اللي بدي احكي لكم اياه ان الفلوكس اخواني قلت لكم كل شيء ما بتصوروا الكاميرا بتشوفوه على التلفزيون ما خارج الملعب داخل الملعب كواليس التوقف الذي حصل بعد الرمي المقذوفات على كورتو قلت لكم كل بدي اقول لكم انه انا مبخوت والكابتن مشعل اكرم حللنا المباراة يعني سيكون نجم للفلوكس كابتن مشعل حلل المباراة تماما مع عماد. ظل يلعب بنفس الترتيب ونفس الاسلوب ونفس طريقة اللعب. إلى أن عاد. إلى أن عاد في المباراة. هذا يدل على أنه هذا أسلوب. مع مبخوت وكابتن مشعل أكرم يا إخوان ستستمتعوا معنا رسميا. كابتن مشعل قولهم رسميا. 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 سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا اللي هنا وصفرتنا خلصت صفرة مدريد حبيبي جاسم مرحبا يا شو شكرا جزيلا كثر الله خيرك وعدنا موسم طويل ان شاء الله ان شاء الله بنا الخير هلا هلا بالعراقيين ان شاء الله يمر الامر يلا يا الله ان شاء الله موسم طويل تشامبيونز ليج ان شاء الله دوري انجليزي دوري اسباني بإذن الله بإذن الله إذا الله سهل إن شاء الله طويل يلا راح أخلي صفحة كوموفيل وصفحة جاسم تابعوه واليوم راح ننزل لكم مسابقة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يلا توصل بسلامة الله يسلمك يلا نشوفكم على خير هنا وصفرتنا خلصت صفرة مدريد حبيبي جاسم مرحبا يا شو شكرا جزيلا كثر الله خيرك كافي وعدنا موسم طويل ان شاء الله ان شاء الله بنا الخير قادم وهلا هلا بالعراقيين ان شاء الله يمر الامر يلا يا الله ان شاء الله موسم طويل تشامبيونز ليج ان شاء الله دوري انجليزي دوري اسباني باذن الله باذن الله اذا الله سهل ان شاء الله طويل يلا راح اخلي صفحه كوموفيل وصفحه جاسم تابعوه مسابقات كثيره ان شاء الله واليوم راح ننزل لكم مسابقه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يلا توصل بسلامه الله يسلمك طويل يلا نشوفكم على خير Thank you.
الخير. احبتي شكر خاص الى اداره نادي النصر العالمي، واكيد شكر الى الاخ العزيز سعد الربدان على حسن استقباله وضيافه، واكيد اتمنى لكم التوفيق. واشكر جماهير النصر الصراحه العالمي، اليوم استمتعنا بشوفتكم. استقبال تحياتي للجميع، ما بس اجواء واستقبال. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الى اداره نادي النصر تحياتي على هذا الترتيب وهذا الاستقبال الى صخر الدفاع العراقي كابتن ارحم. وين؟ اي 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 زين هذا الخلف للخلف بس الضامات اذا قفز اي اربع جهات خلي كمل يلا داوم هوب زين هسه ارجع نفس الاول واحد هوب 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 رجل داخل رجل داخل رجل داخل اي اي رجل داخل اي لا تنطلعن طلعن امامي بسرعه هوب 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 حتى دم طلع قريبا افتتاح مطعم وكافتيريا ملعب الكابتن سامر سعيد يكون هذا الملعب وهاي الكافتيريا والمطعم تمرين لازم نشوف تمرين شويه اجواء حلوه ترى مو ذاك الحر محمد الصنده تنساها مفتوحه لازم نحرق بس كمان نعرف لو غلط يكون حلوه ترى Thank you.
حسين حبيبي الحبيب نورت. شكرا الى نادي النصر على هذا الاستقبال الجميل. حبيبي حبيبي حبيب قلبي كابتننا الحبيب. جماهير ريانية حاضرة بالملعب. مساء الخير احبتي. شكر خاص الى ادارة نادي النصر العالمي واكيد شكر الى الاخ العزيز على الاستقبال وضيافه واكيد اتمنى لكم التوفيق واشكر جماهير النصر الصراحه العالمي اليوم استمتعنا بشوفتكم. تحياتي للجميع. ما بحسين اجواء واستقبال. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الى اداره نادي النصر على هذا الترتيب وهذا الاستقبال الى صخر الدفاع العراقي كابتن عرحان. ايه بس يا الورد بدع استقبال وضيافه الغالي حبيبي احسن مدرب واحسن من انجبت الكره العراقيه. شكرا شكرا جزيلا. شهاده احتفلت فيها لاعب كابتن منتخب العراق ونجم وكابتن منتخب العراق. شكرا شكرا اشرف فيك اشرف فيك ابو ذنون حبيبي. لا يقول انا احسن واحد لا صخرة الدفاع ولا مدري منو ولا حسين سعيد ولا عدنان درجال ولا فلاح لا ذولا كلهم بعد حمود. لا عم انت وين حبيبي عم انت علم من اعلام العراق. شكرا تاريخ تاريخ للعراق كله. اشكرك حبيبي اشكرك ابو علي الغالي واحسن مدرب بالدوحة خال ذاك الرجال يقول انا حسين. راعي النبتة وين جايبنا؟ شوف راعي النبتة وين جايبنا؟ اللي توكلنا لبلبي. ايه. هلا ابو ذنون. وين توكلنا لبلبي ها؟ وانتي؟ حبيبي ابو ذنون. شو اللي توكلنا؟ حبيبنا. نخي نخي. مرحبا. هلا. ازيك؟ شلونك؟ بارك الله فيك. على راسك. يلا. مطعم التنين الصيني. المطاعم اللي ابتعد صار ما يعرف اقول هذا المطعم ما يعجبه. لا شوف هو شو شلون يشوف يا سلام ودي اضرب خلصت الوجبه مالتي بالعافيه بالعافيه. هاي كنا سامر سعيد. هيا الى الاكل. قد يفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الغلق لم يخلق بمفتاح. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت تظنها لا